ياه الدور ده بس، الدور ده بس. بقول لك يا فؤاد، 1 جنيه. يخرب بيتك يا كلونيا، كل شويه جنيه. امسك يا عم، مشكلتي ان انا بنسى، مش فاكر اديته ايه من شويه. انا خد امسك جنيه اهو. ماشي شكرا. انا ارجع له تاني واخد جنيه كمان عشان يبقى معايا 1000 جنيه. بقول لك يا فؤاد، 1 جنيه. جنيه يا ابني؟ ما انا فاكر ان انا لسه مديك جنيه. لا انا خدت منك حاجه، ما خدتش منك حاجه. يمكن بقى. خد يا عم جنيه اهو. شكرا يا فؤاد. طالما هو بينسى اخد منه 50 جنيه. فؤاد 50 جنيه، كان بقالي يومين ما خدتش فلوس. يومين ما خدتش فلوس؟ يا ابني انا فاكر ان انا اديتك فلوس بس مش فاكر امتى. خد يا عم 50 جنيه. ايه؟ شكرا يا فؤاد. لو طلع بينسى بجد انا هطلع اخد منه 100 جنيه. بقول لك يا فؤاد، هات 100 جنيه عشان بقالي اسبوع ما خدتش فلوس. لا اسبوع، اسبوع كتير، حقك تاخد ال 100 جنيه. بس انا فاكر ان انا اديته، يمكن انا بنسى ولا حاجه. شكرا يا فؤاد على ال 100 جنيه. انا كده جمعت منه فلوس كتير. ارجع اخد بقى ال 5 جنيه اخر واحده. بقول لك يا فؤاد، انا مش معايا فلوس عشان اكل، ادي ال 5 جنيه اللي معاك دي. انا مش معايا غير اخر 5 جنيه بس، انت طالما جعان خدها. بس انا فاكر ان انا اديتك فلوس يا كلونيا. لا يا عم انا هضحك عليك ولا ما خدت فلوس. لا 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 يا عم، طالما جعان خدها خلاص. انا يبقى يمكن انا بنسى. شكرا يا فؤاد، انا خدت منك فلوسك كلها. يا ابن النصابه يا كلونيا، فلوسي كلها؟ ده استغل ان انا بنسى وخد الفلوس كلها. يا ابن النصابة كلونيا، لما اشوفك. الو، ايه يا بيليا؟ كلونيا هرب؟